الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع تعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام ويوفر عوامل التقدم والنجاح. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي شدد على أهمية توعية الشباب العرب بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم والتكنولوجيا المتسارعة والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل. كما دعا الرئيس السيسي لإطلاق عام 2023 عاما للشباب العرب. استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة. وخلال اللقاء أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بما تم التوصل إليه من أطر متميزة للتعاون بين دولة الإمارات ومصر والأردن، وذلك من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. بدوره أكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي يوجه دائما بتعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة سوف تولي اهتماما خاصا بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث تم تناول مجمل أطر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد شكري ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام والسعي لمواصلة تعزيزاتها في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية إنه تم خلال الاتصال تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلا عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم، وأيضا ضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوغانسك. وقال مركز مراقبة الدفاع الروسي إن وزارة الطوارئ الروسية فككت 11300 لغم، منها 352 في يوم واحد. وكانت دونيتسك أعلنت أن إزالة الألغام في منطقة ميناء ماريوبول قد اكتملت، وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهدف الرئيسي لتوريد الأسلحة إلى بلاده هو لتعزيز قدرتها الدفاعية، وأشار إلى أن توفيق جيش بلاده
يعتمد على استعداد شركاء أوكرانيا بتزويدها بكل ما هو ضروري للتصدي للعملية العسكرية الروسية. توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، وهذا بفوزه على ليفربول، وفاز بهدف نظيف في نهائي البطولة الذي أقيمت على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. أحرز هدف النادي الملكي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 ليصبح الريال النادي الأكثر تتويجا بهذا اللقب. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز أو من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.